مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء. طبعا أن نرحب بالكل بالحضور. عفوا، لحظات وأكون معكم لحظات. أوكي، أهلا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء. شوي الخبرة خانتني وكان في عندي ناس فانحرجت قدامهم، يعني أقول لهم يطلعوا أو شيء، بس أنا مش شايف نفسي بالصورة، أنا مش فاهم شو القصة. يعني أنا مش عارف ليش مش شايف نفسي. يعني أتمنى تكونوا شايفيني أنتو. مش عارف صراحة، أنا مش شايف نفسي على الصورة. ما أعرف وين العلة، يمكن سامعيني أنتو. طيب لحظة أشوف بس أشوف وين المشكلة. أوكي، أنا ناسي أكبس على الكاميرا أعتقد. أوكي، هلا اعذروني اعذروني، يعني شوي يعني ما أخذت وقت الكافي التحضيرات. كان عندي ناس وطلعوا قبل شوي يعني فانحرجت منهم. يعني على كل حال، أنا أرحب بالجميع الموجودين هنا معنا بالحلقة، وراح أبدأ بالسلام على جميع الصديقات والأصدقاء الموجودين حسب ما أشوفهم بالصورة أو التعليقات. كنت حابب أن أعمل شوية مقدمة عن شغلة معينة ولكن ما ضبطت معي. طبعا أسلم على اللي جاي أشوفهم: علي عمدة، أبو صالح، كي إتش أي، يهودي يوني. شو الاسم هذا؟ أبو صالح، أهلا أبو صالح، أهلا براندي، أهلا نسرين، أتوقع تكون معنا لأن جاي يسلم عليها براندي. أو موجود معنا بعد منه موجود معنا؟ أهلا أهلا نسرين، خلي أرجع لي ورا أشوف الأسماء لأن ما أريد أنسى أي واحد، يعني صراحة ما أريد أنسى أي اسم يعني. طيب، أحمد صالح، أهلا وسهلا، أسلم على كاهنة، أسلم على بعد منو جاي؟ جان طبعا مشكورا، شو ساعدني لما خربطت. نسرين، أليكس، بعد أتأمل ما نسيت أحد يعني. على كل حال، أهلا بالجايين، أهلا كريم. كريم، أوكي. طيب، طب يعني بداية الحلقة احنا سوينا الحلقة سميناها حوار الكفرة، فاحنا قاعدين مع بعض نحكي مع بعض يعني مثل ما يقول نتعرف على أفكار بعض. يعني إذا واحد عنده مثلا ملاحظة معينة أو سؤال معين نقدر نتحاور مع بعض. أنا موجود معكم، وطبعا كأخوة أعزاء أتمنى يجون المسلمين همنا حتى نقدر نجاوبهم على أسئلتهم. أهلا هاني، أهلا وسهلا. وأتمنى إذا عندكم أسئلة معينة تطرحوها وأني
خدمتكم. طبعا القضايا الإسلامية ما تنتهي إلى نهاية، ما لها إلى بداية ما لها نهاية. يعني نقدر نحكي عن كثير من المسائل اللي أدت إلى ضياع حضاراتنا، ضياع شعوبنا، ضياع الأمان بكل العالم. يوم الوعيد، أهلا وسهلا. أعتقد أنك إسلامي. طبعا احنا المسلمين جميعهم اخواننا، نعتبرهم كل انسان على الاقل اذا يكون معتدل هو فاخ لنا. يعني نتامل في يوم من الايام ما تتغير افكاره. احنا من عائله مسلمه، انا عائلتي كلهم مسلمين الا كم شخص يعد على عدد اصابع اليد الواحده. فالمسلمين كلهم إخواننا وأعزائنا، وإحنا ما عدنا ضد أي شخص من الأشخاص طالما ماشي ما يقول يرفض العنف الإسلامي على الأقل. يعني ففري ثينكر، أهلا وسهلا بك. أتأمل إذا عندكم أسئلة معينة. أنا يوم الوعيد يقول أنا ملحد جديد، أهلا وسهلا بك أخونا، نتشرف بمعرفتك. إذا عندكم أي أسئلة أنا موجود حتى أجاوب عليها. طبعا جان، أنا عيلتي كلهم تلمودين ودي أطلع من خرافاتهم، تعبت. طبعا جان موجود، أنا راح أجاوبك. طبعا أنت تحاول بكل الطرق، ما دامك ملحد تحاول كل الطرق أنه تحكي مع الناس، تنشر أفكارك. ما دامك تنشر أفكارك بسلمية، ليش لا؟ يعني هذه الأفكار كلها مشروعة. أشوف إذا أحد بعت لي رسالة، أتصور لحد الآن ما جايتني أي رسالة. وإحنا الشغلات الإسلامية مثلا، أنتوا اقترحوا على شنو أحكي مثلا أنتوا. طبعا جاني سؤال من أخويا، جاني يغششني يقول لي ليش أنت ملحد. طبعا الإلحاد أنا ما قفزت لها بيوم وليلة، طبعا طولت معي فترة طويلة يعني إلى أن صرت ملحد. يعني أنا كنت فقط تارك الدين الإسلامي ورافض الدين الإسلامي، وما كنت أعرف لا شبكة ملحدين ولا أعرف أي شيء. هاي الحكي بال86، يعني بنص ال86 أول شيء تركت الإسلام وما عندي أي أفكار أخرى. شفت ناس مسيحيين طلعت وجيت معهم، تجنبت أقرأ أي شيء عن الدين، قلت أكتشف أنه فيها خرافات مثل الإسلام. وأخيرا وقع المحظور ولقيت الخرافات الموجودة في الدين المسيحي هي نفس الشيء، سواء كان العهد القديم أو العهد الجديد. يعني الخرافات مليانة ملي. فالأديان تركتها بالكامل. طيب جاني سؤال من أنا شوي شوي راح أذكر الأشياء اللي عن حياتي، لكن جاني سؤال علي عمدة. أنا عندي طرح للمسلمين، كل المسلمين اللي يجوا على الشات يسألوا نفس السؤال، مثلا في حلقات النبي سامي الديب سألوه ليش ما حدا انتقد لغة القرآن أو أفكاره قبل 1500 سنة، تعرفوا قصة صبيغ والطفل ابن صياد. طبعا السبب اللي خلاهم ما ينتقدوا لانه البشر قبل مو مثل هسه، كان انسان بسيط يعني تفكيره محدود، مهما فيهم اذكياء ولكن عندهم تفكيرهم كان محدود. يعني ما يركضون وراء الآية الفلانية او الاعجاز الفلاني. احنا العلم هسه تقدم وصرنا الاشياء اللي مثل ما يقولون فصصها القرآن، فصصوا تفصيخ مثل ما يقول، يعني فكوا عن بعضه
ونشوف كل الجميع الآيات اللي كانوا يقدروا عليهم يضحكوا على الناس قبل، لأنه العلم محدود كان عندهم، فما كان يقدروا يقولوا شيء إلا إنه يقولون إنه كلام شاعر مجنون، أو طبعا كلام حقيقي. وفي آيات كثيرة شبه الـ الـ شبه الـ 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 كلام كثير موجود شبه القرآن، أشعار القرآن ماخذة من كتب الأخرى. فلذلك تشوف إنه القرآن ماخذ من أديان أخرى، لكن مثل ما قلت لكم العلم ما كان متطور كثير حتى يكتشفوا جميع الأخطاء. طبعا جتني تقول من هو المسيح الدجال؟ هذا مسيح الدجال على أساس يظهر آخر الزمان، على أساس يظهر يسموه مسيح الدجال، بعض يسموه مسيح الدجال، بعض يسموه مسيح الدجال، على أساس أعور بعين واحدة ويكون عنده قدرات الإله نفس قدرات الإله. ولكن في ناس يتبعوه، واللي يتبعوه على أساس يروحون إلى نار جهنم، ويجي المسيح ويقتله ويظهر معه المهدي، تمثيلية يعني طويلة عريضة، أنه على أساس يبقى المسيح 40 سنة يحكم بالعد والقسط، بعدين تقوم القيامة. يعني هذا شيء بس يعني بصورة مختصرة عن المسيح الدجال. كيف يمكن كريم الماموري يقول كيف يمكن تقييم صراعنا الفكري مع رجال الدين، وما هي إمكانية تنوير المتدينين لترك الدين وبشكل واسع؟ يعني صراعنا مع رجال الدين هو صراع مستمر، يعني احنا صراعنا هو فكري محض، وفقط نظهر نتكلم ونكتب، ولكن هم يحاولون بكل الطرق يرهبونا، يسدون قنواتنا ويحرضون علينا بالقتل، وفي كثير ناس ماتوا من وراء الفتاوى الإسلامية. وإحنا بطريقنا نحاول ننور هاي الطرق اللي عندنا، إحنا عندنا طرق العلم، عندنا الطرق العلمية ننشرها. التطور البشري اللي يصير هو أوتوماتيكيا يشيل الدين، لأنه يصير الإنسان يفكر يقول لي إذا البشر قدر يساعدني الإله ما قدر يساعدني. فشوي شوي بالتطور والتنوير البشرية راح تترك الدين رويدا رويدا، سواء دين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي أو كل الأديان الأخرى الوضعية ولا الإلهية المدعاة، مثل ما يقول هي كلها أرضية. طبعا هم يسمون ديانات الإبراهيمية الثلاث، اليهودية المسيحية الإسلامية، ولكن احنا بالتنوير ونطلع أخطاء الكتب السماوية بالدليل والبرهان، لذلك نقدر نغير الأفكار شوي شوي. يوم الوعيد يقول عندي سؤال، هل محمد كان مصدق نفسه ولا كان يعرف ومتعمد؟ لا، أنا حكيت أخ يوم الوعيد، يمكن أنت ملحد جديد مثل ما تقول، أنا حكيت عن هذه المسألة في أحد الحلقات، أنه محمد كان يعتقد بالبداية، كان يعتقد أنه في أحد يحكي معه. حكينا بالتفصيل بحلقتين، أتمنى تشوفهم، خرافات إسلامية تروح على خرافة الوحي، هي جزئين أتمنى تشوفها. خرافة الوحي تتكلم بالضبط عن أشخاص حاليين عندهم نفس المرض، مرض الصرع الفص الصدغي. هذا يصير يتخيل أنه البشر يجون يتكلموا معه ويتكلم مع الإله، أو ملائكة يجوا عنده وحكوا معه وهو مبعث من الله. فهذا كان عنده نفس المرض، وعرضنا فيديو لشخص حاليا عايش ونفس الأشياء تجي براسه، وهو إنسان طبيعي ويلعب بلياردو ويتكلم ويقول لكن هالأفكار تجيني وأنا أعتقد أني عندي احتكاك بالإله. هذا الأساس اللي بدأ به، ولكن بعض شوية صار يبلش بالنصب، يعني صار ينصب باسم أنا شفت ملائكة جت حاربت معنا مثل ما قلنا
بغزوة بدر، ثم قال إنه لما كان يحتاج شغلة معينة من الإله ينفذها إلى عن طريق الآيات اللي هو يوضعها محمد بنفسه، ويدعي إنه من الإله، كزواجه من زينب بن جحش لما اشتهاها، وكثير من هذه الأقوال. يعني لما بالحرب بالشغلات كثيرة، مشاكل بينه وبين زوجاته، وتجي آيات وتتكلم كأنه الإله ما عنده شغل وعمل غير ما عنده غير شغل وعمل غير أنه يشوف محمد وطلباته. طبعا جان كاتب أنه بده يدخل معي. جان أنت تقدر تدخل معي، لكن الناس ما راح يسمعوك. اللابتوب الجديد قلت لك بعد ما جاي خلال هالأسبوع يجي، لذلك ما أقدر أستقبل اتصالات إلا يعني أنا أقدر أسمعك، لكن الناس ما يقدرون يسمعوك. إذا تحب تتصل على هذا الأساس براحتك، يعني أقدر أوصل كلامهم إذا تريد. أنتظر اللابتوب، جيب اثنين وطلعوا مو كويسين ورجعتهم، واللابتوب منتظر من الأسبوع القادم. أكيد راح أقدر أكون معكم وأتواصل معكم. طيب أنا راح أبعث لك الرابط جان، لحظة بس أبعث لك الرابط وتقدر تدخل معي. لحظات بس اعطوني مجال والله. وين جان؟ اوكي هذا الرابط جان، تقدر تدخل وتتصل. اوكي فاذا في يعني اسئله ممكن استقبلها منكم اكون ممنون. يعني اشوف مين في حدا باعت لي شيء. لا نسرين ما باعته، مباعث براندي مباعث يمكن. على كل حال راح اشوف الشات اذا في احد بعث يقول ما ينسبون زوجته عائشه. يقول الاخ يهودي يقول بعض الطوائف ما بذكر اسماء يسبون زوجة عائشه بسبب خيانتها للبيعه. لحظه، زوجة الرسول محمد باعتقادهم شو دين هذا؟ أي طبعا هي يعني على الأكثر 90% أنه عائشة هي خانت لها محمد، ولكن حتى اللي شهدوا جلدهم ما عدا عبد الله بن أبي سلول، لأنه كان يخاف منهم فما جلد، جلد ثلاثة باقين من ضمنهم حسان بن ثابت شاعر محمد. ف يقول كريم، يقول اخي ابو الحكم افضل ان تسولف لنا افضل من الاسئله. طيب مو المشكله انه انا مسوي حوار يعني الكفره، يعني انا يعني شلون أغير من السسمة. أنا أصلاً أريد أتواصل معكم، هو هذا السبب الرئيسي بالحلقة، أنه نقرأ أفكار بعض. أنا يعني عندي ممكن إذا تريدون تسألون في شيء معين أنا ممكن أبقى أحكي لكم عنه، وبعدين إلى أن يجيني سؤال معين مثلاً، فما عندي أي إشكال يعني. طب الحاجة ما حكينا عن الحب، حكينا عن الحب. اهلا اهلا جان، انا اتصور مرة ما جاي يسمعوك الجماعة. لا يسمعوني زين، يسمعوني زين، بس انت اللي ما تسمعني زين. صحيح. هل تسمعون جان الان اصدقائي؟ تسمعون جان بالمكالمة؟ حبيبي انا على الهواء مباشرة معك. وين مضيع انت؟ وين مضيع؟ ما بعرفني، ما شفت صورتك اول شيء. وانت حكيت معي وبعد انا على اليوتيوب. لا حول ولا قوه. خلاص هو على اللايف، وانا فكرت راح يتصل يعني.
اهلا بيك جان، اهلا ومرحبا. لو اهلا حبيبي وسهلا فيك، اهلا وسهلا بكل الشباب. يعني انا بس دخلت اقول للشباب اصدقائي حبايبي الحلوين شجعوا لي ابو الحكم، هو ملتبك ما طلعوا عليه انه هيك عم يحكي برياحه، بس بده مواضيع وافكار حتى يقدر يحكي فيها. على كل حال ابو الحكم، بس يعني هالمخده اللي وراك شو قصته؟ أبو الحكم تسمعني؟ أبو الحكم يظهر، أبو الحكم ما بقى يسمعني. حبيبنا أبو الحكم، هل تسمعني يا أبو الحكم؟ طيب أبو الحكم يظهر، لبسنا بهال. يا أبو الحكم أين أنت يا حبيبنا؟ أبو الحكم راح يا شباب، وآسفين. عم بيقول كريم أخي جان، كانت حلقة أمس باللغة الإنجليزية فكرة ممتازة، وقد يكون مفيد أيضا تقديم حلقة باللغة الكردية. وبصراحة يعني هو يعني الوقت، إذا في وقت بصراحة وفي ضيوف ليش لا، بس يعني بما أنه جمهور البرنامج جمهور القناة كلهم بيحكوا عربي أغلب الشيء، فيعني بده وقت حتى نقدر نسوي جمهور انجليزي حتى نقدر نروح. بس يعني اذا في المستقبل صار اي شيء ممكن. يعني عم بيقول امين اني انيمالز انيمالز سؤال واقتراح: بعد مشاهدتي لعديد من القنوات الالحادية اصبحت المواضيع مكررة والتركيز فقط على تعريض اديان المؤمنين، اتمنى ان يكون الطرح الجديد هو التكلم عن الالحاد اكثر الأدوات والعلوم الثقافية. بصراحة أخي أنيمال يعني هاي الشيء أكيد يعني، والمفروض نحكي عن المواضيع الإلحادية ومواضيع علوم، ولكن للأسف اللي ممكن يقدم العلوم يعني أشخاص قليلين جدا بصراحة. يعني إنه إذا بتساوي حلقة كل نهار، ف بالشهر مرة يمكن يطلع لك واحد ممكن يقدم فكرة علمية أو يقدم خلينا نقول طرح علمي. وإذا طرحنا طرح علمي، يعني هلا نبينا سامي الدريب عم يقدم طرح علمي وطرح أكاديمي، فبتلاقي الناس يعني ما بترغب. أخونا ديفيد يعني عنده قناته طرح طروحات رائعة، ولكن لا حياة لمن تنادي. فلما بتنتقد الدين بتلاقي الناس هاجمين، بده يشوفوا يتعرفوا. فيعني من حسب مثل ما بقولوا الخبرة شبابنا يعني شوي بعيدين عن الطرح العلمي بصراحة. يعني أي حسب الخبرة مثل ما بقولوا للأسف يعني، وهذا الشيء اللي يعني يحز بالنفس. اخونا ابو الحكم ما بعرف شو قصته يعني، بس خلينا نتصل فيه ونشوف لوين راح. يعني هو انت ما صدقت شفتني يا ابو الحكم حتى تروح؟ على كل حال انا راح اتصل باخوي ابو الحكم اشوف شو قصه ابو الحكم. ابو الحكم يظهر. طيب وانت ما صدقت لقيتني يا ابو الحكم؟ يظهر في مشكلة كمان عند أبو الحكم، وأنا أتمنى أبو الحكم يعني يا أبو الحكم أين أنت؟ تري لم لم لم. طبعا نحن بنحاول أصدقائي ببرنامج حوارات إنسانية يعني أخونا أبو الحكم إنه يقدم يطرح شيء، فبدنا تشجيع لأخونا أبو الحكم خصوصا الأسئلة، لأنه الأسئلة هي اللي بتعبي الفراغ وبتعبي بتخلي الأفكار تشتغل. فبدنا أسئلة منكم حتى يظهر أبو الحكم، بس أشوفه على الفيسبوك بلكي يكون موجود على الفيسبوك. طيب يا أبو الحكم، يا حبيبنا يا أبو الحكم،
على كل حال اصدقائي، انا ايش يظهر انا راح ابعث له الرابط، طلب الحكم يظهر بعت لي اياه وهو انسي وما عم بيقدر يدخل الظاهر هيك. فعلى كل ان انا بس ابعث له الرابط، وفي مواضيع بدي احكي فيها بما انه هي فرصه بصراحه الاقيها. اتمنى يكون ابو الحكم يشوف الفيسبوك على الاقل. انا راح ابعث لك الرابط على الفيسبوك يا ابو الحكم، اتمنى تشوف الرابط وتدخل معنا ابو الحكم. في بصراحه اصدقائي ابو الحكم لسه ما هو معنا. على كلنا اصدقائي انا بدي ادخل بس على اليوتيوب اشوف في صديق، يعني جماعتنا المسلمين حبايبنا اهالينا الحلوين، يعني انا بس بدي اعرف قيمه بقى بدي يغيروا الـ 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 الاسلوب بتاعهم. يعني اول واحد ما بيدخل في واحد مسمي حاله عايش في بلاد البهايم، يعني عايش في بلاد البهايم ومثل ما بقولوا اسم على مسمى، اسم على مسمى، عايش ببلاد البهايم. ابو الحكم صار عندي لحظات، اوكي صار عنده فريزنج، فرز الله الفريزة، يعني انا اتمنى يكون الفريزنج هذا ينتهي بسرعة يا عمنا ابو الحكم. يظهر هون كمان صار فريزنج، شو القصة يا جماعة الفريزنج؟ شباب شوف عندك على الفيس، ابو الحكم شوف الفيس، انا بعت لك رابط، يا ريت بعد ما تخلص الفريزنج ترجع. اصدقائي بس انا كنت بدي اروح اشوف بعض الشباب اللي يدخلون على اليوتيوب ومثل ما بقولوا ويرشوا ثمارهم. واحد هذا اللي اول هايم في بلاد البهايم، الزلمة اسمه هايم في بلاد البهايم، اول دخلة علينا تفو، هي تفو طبعا فيديو كنت انا فيه عم بيقول لي تفو. بعدين بيقول اكبر كلب على وجه الكرة الارضية، هذا اللي على اساس انا هو هايم ببلاد البهايم، يعني شو بدك تكون. بعدين التعليق الثالث طبعا ما بتعليق واحد، كلهم تعليقات متلاحقة. بعدين بيقول لي لعنكم الله، لعنة الله عليكم، يا سلام. تعليق غيره يا ابن الشرموطة، تعليق غيره كلب، تعليق غيره حمار. يعني شو انت شو فهمتنا هلا سيد يا بهايم ببلاد البهايم؟ شو فهمتنا؟ يعني فهمتنا انه بالفعل انك من بلاد البهايم، يعني لو لم تكن من بلاد البهايم لما خرجت منك هذه الزبالة، يعني طلعت هايم ببلاد البهايم. يعني لو في شيء واحد تاني ايوب عم بيقول لي انت تستحق العذاب اكثر من فرعون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شلون شباب؟ الثالث بيقول لك لعنة الله على الوجه، أجل هذا اسم على مسمى، اسمه جان معناها بالعربي جني. جان طبعا جني، وجننكم، يا ريت يجننكم، أتمنى يجننكم. يعني فريمان، تحية للرفيق فريمان. فريمان إذا تريد تدخل معنا حبيبنا فريمان، يعني بكل صدر رحب، نتمناك تكون معنا في حوارات إنسانية تتناقشوا أنت وأبو الحكم. أنا راح أبعث لك الرابط حبيبنا فريمان، دقيقة. طبعا اذكركم اصدقائي بعد ساعه ونص من الان في عنا حلقه من برنامج جهر بالالحاد،
لمن استطاع إليه سبيل مع أخونا فؤاد صبار، ورح نبتدي أول حلقة معه. طبعا رح تكون عن تجربته عن الدين، وفي حلقات أخرى رح تكون في مواضيع فلسفية، مواضيع علمية، مواضيع لنشوف حسب ما يرغب أخونا. طيب أشوف. أخونا براندي عم بيقول لي عايش في بلاد البهايم. جان قول له من عاشر القوم 40 يوم صار منهم. هو مو المشكلة، يعني مفكر حاله عايم ببلاد البهايم. هو البهيمة الكبرى أخوي براندي، يعني مفكر حاله هو مولود أصلا ببلاد البهايم، يعني إذا حسب تسميته، يعني هو يعني يقول عن أهله أصلا بهايم. على كل حال أبو الحكم جاءنا وشال المخدة، وأخيرا المخدة تحركت من على اليمين. أهلا وسهلا أبو الحكم. اهلا حبيبي. طبعا اعتذر، ما اعرف اول مره يصير عندي فريزنج بهذا اللابتوب، يعني انا مش عارف شو السبب، يعني توقف فجاه، كل شيء توقف عن اسمه، يمكن دعاء الصلاعي. على كل حال اضغط على الكاميرا مشان تبين الكاميرا يا ابو الحكم، مشان الكاميرا ما ظاهره، لا الكاميرا لم تظهر. يعني انا كنت شايف نفسي هلا. نحن منا شايفينك يا ابو الحكم. اوكي، راح احاول اضغط وارجعه. نور وجهك الكريم يا ابو الحكم، نور وجهك الكريم. يعني انا ما اعرف شو قصة هذا اللابتوب، بس يجي اللابتوب ارتاح يا اخي. ضجت، صدقني ضجت كثير، ضجت من هالقصة هاي. يعني قلت لك خليني اجلها، انت قلت لي لا طلع حلقات. لا لازم نطلع. شو طبعا حبيبنا، يعني انا بصراحة حبيبي مستر بلاك، لا في ذا فري ولا ذا فري مان. هو انا بصراحة عم بخربط بين فري وفري مان. ذا فري هو ابو استاذ كفاح. اورايت اوكي، بس في فري مان كمان استاذ كفاح، ما هيك؟ عند لا هو مو، لا مو هو هذا، لا ذا فري مان هو استاذ كفاح، ولكن ذا فري يا ريت عرفنا حاله ذا فري، يعني هو مو استاذ كفاح. مخربط نحن صايرين هيك، يعني خربطنا نبلش للاسف الشديد. يعني الله دينين مؤمنين بالله لا بالاديان. هي استاذ رياض عم بيشرح اظن شرحا لاصدقائنا. ملحد سوري صهيوني كان مسلم سابقا بس تحفة. هذا الياس عم بحكي على الصهيوني. صهيوني صحيح، شو قصتك يهودي صهيوني؟ ليش مسمي حالك يهودي صهيوني يعني؟ يا ريت تعيف لنا تعليق يهودي صهيوني. اطلع عني جان. لا ليش تطلع ليش؟ وانت دخلت بعد. طبعا انا لا انا بعت رابط لاستاذ كفاح وفري مان. انا كل فكري انه فري مان معنا، بس بعت لي انه هو هلا مخلص حلقه مع اخونا رياض وتعبان. طيب ولا يهمك استاذ كفاح، انا اسف كثير، يعني كنت مفاكر ذا فري هو هذا. فري لازم يخبرنا عن نفسه، يعني بصراحه لازم يخبرنا عن نفسه، انت نعرف حقيقتك مين انت بقى. كتب شيء ولا لا لسه؟ قلت لك ذا فري هو استاذ كفاح، بس فريمان ما بعرف مين. لا ذا فري مان هو استاذ كفاح. ذا فري مان هو استاذ كفاح، يعني في مندسين لا علينا. لا ذا لا لا، فري هو اسمه ذا فري استاذ كفاح. هلا قريت التعليق، ذا فري هو استاذ كفاح. ذا فري، لا ذا فري ايه مان، فري مان هو استاذ كفاح حبيبي. ذا فري مش لا 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 مين. طيب خلي ذا فري يعرفنا على حاله، يعني اذا لو سمح، يعني نتمنى نعرف مين هو ذا فري مشان نعرف فري مان والفري، بالفرق بين الفري والفري مان.
يعني اتمنى اتمنى يشرح لنا حتى نعرف مين هو، حتى نعرف يعني انا بعمل له. انا حبيبي يا جان، انا اعرف المعلومات لانه انا راقب التكس. ذا فري هو استاذ كفاح، وفريمان ما بعرفه. فريمان هو استاذ كفاح، وهي سكاي لا لا عكس، يا حبيبي اسمعني شوي، ذا فري هو استاذ كفاح، انا عارف. اسمعني شوي، هي السكاي بتاعه استاذ كفاح فريمان، يعني انا ماني غشيم وشفت. انا قريته، على كل حال على كل حال اتمنى الفري يقولنا مين هو حتى نعرف، يعني اذا كان بهمه الامر، واذا ما كان بهمه الامر مشان نعرف، يعني على كل ما في اي مشكله. جان في حدا كاتب سدى الصامت، سدى الصامت كاتب ممكن ادخل معاكم لايف؟ لا طبعا اعتقد ما تقدر تدخل معنا لايف، تقدر تتصل بالسكايب. على كل في سؤال من كهينه، اظن الكاهنة عم تقول لي جان، هل تؤمن بوجود إله؟ يا خرابي، يعني جان يؤمن بوجود إله؟ طبعا خلينا ناخذ طيب خلينا ناخذ اتصال من فريمان استاذ كفاح. حبيبنا استاذ كفاح تفضل. تحياتي عزيزي حبيبنا استاذ كفاح. استاذ اهلا وسهلا. تمام استاذ كفاح، عندي سؤال. تحياتي للرفيق ابو الحكم. ابو الحكم تسمع؟ يظهر ابو الحكم كمان صار معه فريزنج مره اخرى، يعني الكمبيوتر بس. ابو استاذ كفاح عندي سؤال، هل انت في اليوتيوب باسم فريمان ولا ذا فري؟ انا كنت فريمان وجوجل غيروني او صرت فري اسمي وصار تفري. اوكي، مشان نعرف انه نفس الشخص، انا كنت فاكر شخصين يعني نفس البطيخه. لا 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 نفس العسل، نفس العسل. حبيبنا استاذ كفاح، حبيبنا انا اعرف انه تعبان لانه كان عندي قبل شوية مع رياض. أنا كنت شفتك أنا مع رياض، فأسف كثير يعني. أنا حبيبي حبيبي حبيبي، أنا بس أسمعك أرتاح وأسمع أبو الحكم أرتاح. تسلم يا طيب، تسلم. الراقي من الأحرار هذا يريحني حقيقة. تسلم يا طيب، تسلم. على كل حال أنا في انتظارك لسه أخونا كفاح. في انتظارك مشان نعمل حلقة. شوف ما بعرف إذا بكرة عندك وقت مشان نعمل حلقة بكرة. أنا أعطيك الخبر عن بكرة. تمام أنا في انتظارك. ماشي. على كل حال ماشي حبيبي، أشكرك أستاذ كفاح، أشكرك جزيل الشكر. سلامات. طبعا أخونا حبيبنا المعلم أبو الحكم ذهب ولم يعد، يعني البرنامج بتاعه وعلقني فيه. على كل حال شايف أخوي برندي عم بيقول لو أبو الحكم مش عارف اسم كفاح القديم، يعني بالفعل أنت على أساس يا أبو الحكم موجود مع على التكست بقالك عمر، بقى مثل ما هو صار عندك خبرة، وبالنهاية تطلع ما تعرف اسم الأستاذ كفاح القديم، يعني دي تيجي بقى. على كل أصدقائي يعني طبعا أخونا أبو الحكم ذهب ولم يعد. ف طيب السؤال، سؤال أختنا كاهنة، إنه هل أنا أؤمن بإله أم لا؟ طبعا بكل تأكيد أنا لا أؤمن بشيء اسمه إله. أنا إذا قلتي لي شو هو الإله، أنا أقول الإله، ما هو تعريفي للإله؟ الإله هو صناعة بشرية 100%، ما له أي علاقة بالوجود. يعني بمعنى اليوم نحن بنعرف كلمة الإله، فكرة الإله لا نعرفها غير عن طريق البشر، إن كان
كل الثقافات اللي عدت على الكرة الأرضية طرحت فكرة الإله، وهذا شيء طبيعي تطرح فكرة الإله، لأنه تطور الدماغ البشري وصل لمرحلة بهالحجم هذا. لما وصل لمرحلة الوعي صار يسأل الأسئلة الوجودية اللي أنا وأنت بنسألها ستكاهنا، وهي من أين نحن، لما جئنا، وليش نحن هون، وكل هالأسئلة هي الوجودية. فمن 200,000 سنة لما الإنسان وصل للمرحلة هي وبدأ يشوف الطبيعة على شكل الحالي، هالرعد والثلوج والأمطار والزلازل والبراكين، كل هالقصص هي صار يشوفها، ما عنده تفسير علمي نهائيا. فشيء طبيعي العقل سوف يأجل مسألة الفهم لهالمسائل هي بتخمينات، فحتى يرتاح، يعني يشوف الرعد خائف هو حتى يرتاح، فبده إجباري العقل بده يطرح أنه تخمينات وأشياء خرافية، أشياء غير منطقية، لأنه ما في أدوات الإجابة على السؤال. فإجت فكرة الإله، وتطورت فكرة الإله مع ولادة الفن، ولادة الموسيقى والرسم والأشياء هاي، تطورت حتى ما وصلت لمرحلة أنه يشيل الله يحطه على الرف. يعني كان أولي يجيب صنم يعبده قدامه، مثلا شجرة يعبده، شيء يعبده، بعدين شاله حطه على الرف. وكله هذا بيبين بالديانات الإبراهيمية، شاله حطه على الرف، صار الله اللي بنعرفه هلا. وتطورت الديانات للحالة الدينية المنظمة حاليا. فهي أظن، بس كإله، وجود إله لا أظن، يعني صح هناك شيء لا نعرفه، وهذا لا يعني أنه العلم لن يعرفه. يعني أنا متأكد العلم رح يعرف الأشياء اللي ما بنعرفها حاليا. على كل ما نشوف الأخ سؤال من السادة بيقول، هو هل عندكم أجوبة على كل سؤال يطرحه العقل الإنساني؟ طيب، هو بكل تأكيد ما عندنا كل الأجوبة اللي يطرحها العقل الإنساني، لكن بنحاول قدر الإمكان الإنسان بيستعمل عقله بطريقة نقدية حتى نقدر نجاوب على اللي ممكن الإجابة عليه. يعني العلم اليوم يعني ما وصل لمرحلة يجيب عن كل الأسئلة. نحن كملحدين، نحن ناس بسطاء بصراحة، يعني نحن منا من الطبقة، أنا لا الطبقة المثقفة مثلا، أنا إنسان عادي تملكت الشجاعة أنه أتكلم. في كتير ناس أفهم مني مليون مرة ولكن ما عندهم الشجاعة يتكلموا. فالفرق هي الفرق هذا، وأنا أحاول قدر الإمكان أنه أطرح يعني مثل ما بقولوا فكر نقدي على الأقل، ينتقد هالأشياء الموجودة، لأنه الأفكار الدينية الموجودة لأنه هي سبب دمارنا. هاي هذا برأيي الشخصي. فأنا ما عندي أجوبة لكل الأسئلة، ولكن أحاول قدر الإمكان يعني. طيب أخ، الإنسان بحاجة إلى قوة أكبر من قوته تحميه، لأنه محدود القوة. هذا طبعا غلط. كاهن عم تقول الإنسان بحاجة إلى قوة أكبر من قوته تحميه لأنه محدود القوة. لا سيدة كاهنة، اللي فهمك أنه أنت محدودة القوة هي الثقافة السائدة، أنه الإنسان عقله محدود، أنه الإنسان بلا 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 بلا. وصدقيني لو كل الناس اقتنعت انه الانسان عقله محدود وامكانياته محدودة لما كان صار تقدم نهائيا. يعني كان كل البشرية كان صارت بمرحلة العرب حاليا، يأكلون ويشربون وينامون ويصلون ويصومون وخلصت الحكاية. يعني ما حدا كان تعب، بس الانسان عنده امكانيات كبيرة، الإنسان ممكن يعمل. يعني لو هلا مثلا
خلينا نقول من 200 300 سنة، يقولوا لشخص متواجد في الشام مثلا، أو في القاهرة، في بغداد، إنه ممكن تطلع لايف من بيتك، تحكي مع الناس على الهواء مباشرة ويسمعوك، أصدقاء يتابعوك ونتناقش، وواحد بلندن، واحد ببغداد، واحد بأستراليا، واحد يعني راح يقول هذا شعوذة أو شيء مستحيل. يعني خلي من 100 سنة، يعني مستحيل، كان مستحيل الإنسان يصدق هالحالة هي. ولكن هلا بكل سهولة، بكل سهولة، يعني من 200 سنة تقول خلال ساعتين أنا ممكن أصل من مثلا من القاهرة للشام لدمشق بساعتين. لك أنت يا جنن يا عم تكفر. نحكي مع بعض مثل هلا بهداك الوقت، تقول لهم والله يعني ممكن نحكي مع بعض 30 40 50 100 شخص يقعدوا ويتناقشوا بكتابة ويشوفوا بعض. بقول لك انت عم تكفر، اكيد هذا كفر والعياذ بالله. نفس الشيء حاليا، اشياء كثيرة العلم ما وصل لها، بس هذا لا يعني انه ما راح يصل للعلم. الانسان عنده امكانيات لا تضاهى، وصدقوني يا أصدقائي صدقوني، كل ما خطر على بال الإنسان سوف يحققه. يعني ملوك الصين، فراعنة، كلهم حلموا بالخلود، حلموا بالخلود، راح يتحقق الخلود. الإنسانية من فجر التاريخ حلمت بالإنسان الغير مرئي، يعني المتخفي، هذا راح يصير. وبدأت الأبحاث الأبحاث إنه الإنسان المتخفي بدأت، والله عم يسووها، وراح تصير بكل بساطة وبكل سهولة، لأنه عقل الإنسان قادر إنه يعملها. شو الإنسان خطر له مثلا؟ شو خطر له مثلا؟ خلينا نقول على أيام محمد بجنته الموعودة قال انه ممكن في سوق للصور بجنته الموعودة، في سوق للصور، يدخل الانسان اي صورة يشتهيها يكون مثله، بيصير مثله. هذا خيال الانسان من 1400 سنة، انه انا شفت شاب ولا امرأة ولا شو من كان، انا بدي اكون نفس الشخص. يعني هي راح تصير، لانه بالجينات، الهندسة الجينية ممكن تفعل كل شيء. ممكن في المستقبل اخذ هالشكل هذا في الحبة الفلانية، وهالشكل هذا في الحبة الفلانية، تاخذ الحبة، الهندسة الجينية هي تشتغل خلال أسبوع تكون مثل نفس الشكل، أو خلال يومين ثلاثة، أو حسب مدة. صح حاليا مستحيل، ولكن في المستقبل سيكون شيء طبيعي. يعني هلأ مثل السيدة كاهنة، هلأ كمان رجعت كتبت: ويبقى الإنسان ضعيف أقل الشيء أمام المرض والموت. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي يا سيدة كاهنة؟ لأنه هذا فكرك، هذا اللي عودوك عليه، انه الانسان عقله محدود وهو ضعيف امام الموت وضعيف امام المرض. يعني مثلا خلينا نقول الملاريا من 300 400 سنة كان يحصد الملايين. الكوليرا يعني يدخل يحصد الملايين، ولكن هلا لا شيء، الانسان قضى على المرض هذا بكل سهولة، والإنسان قضى على كثير أمراض كانت مستفحلة وصعبة بكل سهولة، قضى عليها وانتهت، ما عادت شيء. يعني السرطان، هالأشياء هاي كلها قادمة، يعني الإنسان عم يشتغل
والأطباء عم بيشتغلوا يعني من 500 600 سنة أو أقل، من 200 سنة. متوسط عمر الإنسان 40، 40 متوسط عمر الإنسان، بعيش أكثر، في ناس بتعيش أكثر، أغلب الناس بيموتوا بالأربعينات. حاليا وصل ل 80، دبل العمر. هذا من شو؟ من تشغيل عقل الإنسان. أوجد الأدوية، في طعام نظيف، في راحة بدنية للإنسان. يعني الآلات صارت تشتغل للإنسان، صار يشغل آلات، صار يعني حياته صارت كتير أسهل بكتير من أول، أسهل بكتير. فالعقل عنده إمكانيات لا تضاهى وإمكانياته غير محدودة. اللي بيقول لك العقل إمكانياته محدودة، صدقيني ما في هن المتدينين فقط. المتدين لأنه ما له بهالدنيا، ما له شغلة بهالدنيا، هو مرر بهالدنيا مرور الكرام، ما بيهمه إنه ينتج بهالدنيا أو يعمل شيء في هالدنيا. ف ماشي يلا خلينا نمشي، المهم آخر شيء بدي أموت وأروح على الجنة الوهمية هاي. فالعقل المتدين هو اللي قاتل للحضارة، قاتل للتقدم، هو اللي لا يعمل نهائيا. عم سادة عم يقول أخي جان، إذا كان هناك تطور لكل شيء فلماذا لم يكتمل تطور العقل الإنساني أو أي مخلوق يصل إلى الكمال الذي نبتغيه، مع العلم أن الكون وجد منذ 13 مليون و700 ألف سنة. لا، لتصليح معلوماتك، 13 مليون و700 ألف سنة هذا رقم خاطئ، بدك تضيفي صفر آخر، أو هي 13 مليار و700 مليون سنة. العدد التقريبي 13 مليار و300 مليون أو 700 مليون سنة. ليش ما تطور؟ طيب أنا بس ممكن أسأل سؤال، مثلا أيام المسيح إذا كنت أنا موجود هذاك الوقت، أنا وأنت موجودين، سادة إذا كنت أنثى يعني، إذا كنا أنا وأنت أو أنت موجودين هذاك الوقت وسألتك مثلا، أو سألتك ليش نحن لهلا ما وصلنا لمرحلة اليوتيوب؟ فالسؤال الطبيعي لسه ما وصلنا لمرحلة اليوتيوب لأنه في نحن في مرحلة التطور لسه. ليش يعني ليش ما اكتمل التطور العقل الإنساني؟ العقل الإنساني ما في شيء أصلا يكتمل. شو معنات الكمال؟ التطور ذات نفسه هي عملية عمياء، يعني ما في هدف للتطور، ما في شيء. التطور ما هو حاطط بباله انه لازم يكون في حياة ذكية ويوصل للعقل ويروح يوصل يعمل شيء. العقل هي عشوائي، عملية عمياء، عملية عشوائية. مئات الكائنات، آلاف ملايين الكائنات منذ بداية الحياة على الأرض لحد الساعة هاي عدوا، عاشوا وانقرضوا. ديناصورات عاشت تقريبا 180 مليون سنة إذا ما كنت مخطئ، أو 220 مليون سنة أظن، 220 مليون سنة أو 160، يعني بصراحة أنا 160 مليون سنة تقريبا أو شيء من القبيل، وكائنات كثيرة من أنواع الديناصورات. ما صار حياة عاقلة، القطط، كل الثدييات، الحشرات، البكتيريا، كل أنواع الحياة اللي عدت على الكرة الأرضية من ملايين الكائنات، ملايين الأنواع، ما كان في حياة عاقلة. بالثدييات، القرود، طلع الإنسان والشمبانزي، هدول حيوانات تقدر تقول عنهم عاقلة،
إلى حد ما. العقل البشري تطور أكثر من عقل الشمبانزي وعقل الغوريلا أو الدماغ، آسف، تطور أكثر، وصل لمرحلة الذكاء اللي شايفينه حاليا، ولكن ما هو بهدف إنه يصل لهالمرحلة هي، عشوائيا وصل لهالمرحلة هي. هلا نحن صرنا نأثر على التطور، على تطور ذاتنا، ذات نفسه، يعني ما عادت الطبيعة تتحكم فينا، نحن وصلنا لمرحلة إنه نحن نتحكم بالطبيعة، بمعنى آخر وصلنا لمرحلة الإله، نحن حرفيا آلهة، حرفيا وصلنا لمرحلة الآلهة، لأنه اليوم الطبيعة ممكن تعمل لك توأم، بكل تأكيد ممكن تعمل توأم، بس ما ممكن تعطيكي نفس الجينات ونفس يعني نسخة. نحن الإنسان وصل لمرحلة إنه يستنسخ من أي كائن، كائن شبه مطابق مليون بالمية، ما في فرق نهائيا جينيا، ما في فرق. الإنسان وصل لمرحلة الآلهة، صار playing God، صار إله. يعني مسألة الخلود ومسألة كل هالمسائل هاي جاي على الطريق، ولكن بدها وقت، بدها اقتصاد عم بلعب، السياسة عم تلعب، كله عم بلعب. فراح يصل لمرحلة الكمال إن شئنا أو أبينا، طبعا الكمال بمفهومنا نحن. على كل إن يظهر أبو الحكم، حبيبنا أبو الحكم ذهب ولم يعد، وأنا كتير استمتعت بالحديث معكم أصدقائي، وبصراحة في أسئلة كتير، أنا أفكار كتير بهالمسألة هي أختي كاهنة يعني، وسادة ممكن واحد يطرحها. وبالنسبة لأنه ليش لحد هالساعة هي يعني إنه الأرض الكون 13 مليار و700 مليون سنة، وليش نحن هلا؟ طيب نحن ما بنعرف غير مجموعتنا الشمسية وكم نجمة حواليها انه ما في حياة، ولكن الكون الفسيح هذا اكيد اجت حياة ذكية وانقرضت، اجت حياة ذكية اخرى وانقرضت، واحتمال كبير يكون موجود حياة ذكية حاليا يعني بمكان ما من هالكون، ولكن لازلنا لا نعرف. والإنسان يبقى يتعلم، وإذا قلنا لا نعرف هذا لا يعني نهائيا أننا لن نعرف، نحن سنعرف. وأنا يعني أجزم أنه في يوم من الأيام الإنسان سيعرف الحقيقة كاملة، إلا في حالة واحدة، إذا الإنسان دمر حاله بحاله، واحتمال هالمئة سنة هاي إذا الإنسان قدر يتخطى هالمئة سنة ويصل لمرحلة الحضارة الأولى أو الدولة أو الدولة العالمية، الحكومة العالمية، تخطى مسألة الحروب، بس وصل لمرحلة الحكومة العالمية العادلة طبعاً، بكون تخطى مرحلة الحروب أوتوماتيكياً، هداك الوقت ممكن بنقول أكيد ما رح نتدمر، بنقول أكيد الإنسان وصل للمرحلة الأولى من الحضارة فممكن ننطلق. بس بهالمرحلة لحتى تصير، ونحن في صدد بهالمئة سنة لحتى تصير، ما حدا بضمن، يعني احتمال يطلع لي بوتين الحمار يضرب له ضربة من هون من هون، أو يطلع باكستاني مثلا مسلم يضرب النووي والنووي وننقرض وننهي نفسنا بنفسنا، وهذا الذي لا نرجوه. يعني أشكركم أصدقائي. على كل إن بعد ساعة من الآن رح يكون معنا حلقة في الجهر بالإلحاد مع فؤاد الصباغ، أخونا فؤاد الصباغ، وأتمنى تكونوا معنا أصدقائي، وآسف للإطالة. وأبو الحكم يعني أبو الحكم على كل إن العتب على الكمبيوتر، أظن الكمبيوتر هو اللي عم يجمد كان. طب أشكركم أصدقائي وأشوفكم بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء. إلى اللقاء.